زي ما احنا قلنا قبل كده، في اي وباء فطبيعه انتشاره او طبيعه زياده التوتال كيسز او الحالات الكليه لعدد الناس المصابين هيبقى behavior بتاعه exponential او هيبقى حاجه اساسيه. يعني ايه exponential؟ يعني كل يوم بضرب في فاكتور، كل يوم بضرب في فاكتور، يعني بمسك عدد الحالات بتاع النهارده اضربه في فاكتور معين عشان يديني بتاع بكره وهكذا. واحنا قلنا طبعا برضو ان الاكسبوننشال ده ما بيبقاش مكمل لحد ما لا نهايه، لسبب منطقي جدا ان بعد وقت معين بيبتدي عدد الحالات الكليه ده يثبت، لان مش هيبقى في حد عيان تاني، يا اما الكوكب كله مثلا اتعدى او البلد دي كلها اتعدت فما بقاش حد يعيا تاني فهيثبت، او ان احنا سيطرنا على الموضوع بمصله او كده. فبرضو نفس الكلام، الزياده الاكسبوننشال دي مش هتفضل مكمله لحد ما لا نهايه وهتقف ويحصل فيها ساتوريشن. وقلنا ان الجروث ده اسمه لوجيستيك جروث، يعني بيبقى الجزء الاولاني فيه اللي هو قبل نقطه الانقلاب بشويه بيبقى اكسبوننشال، وبعد كده بيبتدي الكيرف يساتوريت. وقلنا لما نمسك التفاضل نجيب الدريفيتيف، فيرست دريفيتيف او التفاضل الاول بتاع الكيرف اللوجيستيك ده او اللوجيستيك فانكشن او اللوجيستيك جروث، بيطلع لي شكل جراسي كده، معناه ان في الاول خالص عدد المعدل التغير ده بيبتدي يزيد لحد ما يوصل للقمه عند نقطه الانقلاب، وبعد كده بيبتدي يقل تاني، فالكيرف بيساتوريت اللي هو اللوجيستيك اللي هو اللي بيعبر عن التوتال كيسز داله في الايام. طيب الكيرف الجراسي ده بقى هو احنا قلنا هو معدل التغير، وهو بيعبر عن عدد الحالات الجديده اليوميه، يعني النمبر اوف نيو كيسز ايتش داي، وبيطلع لي شكل جرس كده. وطبعا قلنا على موضوع فلاتنج ذا كيرف قد ايه هو مهم، لان في الاخر يعني احنا لو قلنا في الاخر خالص بعد ما الوقت ده يخلص، لو 10 مليون واحد هم اللي هيتعدوا توتال، الاحسن ال 10 مليون دول يتعدوا على فتره طويله جدا ونقطه الانقلاب دي تبقى بعيده، عشان عدد الحالات الكليه اليوميه ده يبقى قليل، بحيث ان المستشفيات تقدر تستوعب الناس دي، فناس اقل تموت. ولكن لو نفس ال 10 مليون دول داقوا خالص بقوا يعني اتعدوا كلهم في فتره زمنيه قصيره، فمعناه ان الكيرف الجرس ده مش هيبقى فلات، مش هيبقى مسطح، هيبقى عالي كده، معناه ان هو هيبقى فيه جزء كبير اعلى من الهيرث كير سيستم كاباسيتي اللي هو القدره الاستيعابيه بتاعت المستشفيات، معناها ان في ناس اكتر مش هتخش المستشفيات فالناس هتموت، فالخسائر البشريه هتبقى ايه؟ هتبقى اكتر. فحتى لو في الاخر عدد الناس اللي هتتعدي في الاخر في النهايه هيبقى كتير، الاحسن هم يتفردوا على 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 تايم انترفال او فتره زمنيه كبيره، فنعمل فلاتنج للكيرف. وازاي نعمل فلاتنج للكيرف؟ ان احنا نخلي البي اكس فاكتور ده هو ال اللي هو المجموعه من الناس او عدد الناس اللي بتتعدي بسبب تعرضهم لشخص واحد مريض كل يوم. لو احنا قللنا الفاكتور ده فاحنا بنفلاتن ذا كيرف. ازاي نقلله؟ ان احنا نقعد في البيت وان احنا نعمل كل البريفنتيف ميجرز اللي بتتعمل في العالم كله مش في مصر بس. اتكلمت برضه قبل كده عن ازاي نتنبأ او نتوقع عدد الحالات بتاعت الكورونا فيروس في المستقبل، وعملت الموضوع بطريقه رياضيه معينه كده، بس انا هتكلم النهارده بشكل عام شويه، وهعمل اللي هو تحليل الانحدار الخطي او اللينير ريجريشن او الانحدار عامه اللي هو ريجريشن، وهشرح يعني ايه ريجريشن اصلا وهنعمله. الفكره ان احنا في الاخر بعد الاثباتات وصلنا لمعادله هي اللي بتحكم اللي هو التغير اللي بيحصل في عدد الحالات الكليه، واي كاب او واي هات، العلامه دي معناها ان ده البريدكتد فاليو او البريدكتد ايكويشن اللي هو المتنبأ، الحاجه المتنبأه مش الحاجه الاوبزرفد اللي انا خدتها من الحقيقه فعلا اللي هو جبت ارقام من الاحصائيه. فواي اوف اكس بيساوي سي نوت في 1 زائد بي اكس اس اكس ناقص اي. قلنا ايه ده؟ معامل التشفيت بيشفت بس الكيرف على حسب احنا بنبدا الاحصائيه منين. السي نوت ده هو عدد الحالات الاوليه اللي هو عند اول بدايه الاحصائيه خالص، عند اكس بيساوي ايه، واكس ده عدد الايام، والبي ده probability of getting infected اللي هو probability العدوى، والاكس ده هو الافريج نمبر اوف بيبل، عدد الناس الافريج اللي بيتعرضوا لشخص واحد مريض يوميا. فبي اكس حصل ضربهم هو الناس اللي بتتعدي بقى بسبب تعرضهم للشخص المريض ده كل يوم. فاحنا دلوقتي ممكن نخلي المعادله دي نكتبها ان هي بيتا نوت في بيتا واحد اس اكس، وبحيث ان بيتا نوت دي هي سي نوت وبيتا واحد هي واحد زائد بي اكس، فده كيرف اكسبوننشال. فعشان انا متوقع ان حاجتي اكسبوننشال فبعمل لها موديلنج كاكسبوننشال، وعرفت هي جت اكسبوننشال منين؟ من الاثباتات اللي قبل كده. بعد كده لو انا خدت البيس 10 لوجاريتم او اللوغاريتم العشر يعني لطرفي المعادله، هيطلع ايه بالقوانين بقى البسيطه اللي احنا عارفينها من المعادلات؟ هيطلع في الاخر ان هي لوج واي بيساوي لوج بيتا واحد في اكس زائد لوج بيتا نوت، طيب او بيتا نوت. فدلوقتي الكيرف الاكسبوننشال اتحول لمعادله خط مستقيم او الستريت لاين. ففي الاخر لو ازاي اجيب واي بقى؟ ان انا معادله الخط المستقيم دي اعملها 10 باور معادله الخط المستقيم، هترجعني تاني لايه؟ للواي الحقيقيه في اللينير سكيل. فدلوقتي انا عشان الخط المستقيم دايما المعادله بتاعته سهله، ليه ميل اللي هو السلوب، السلوب هنا لوج بيتا واحد، والانترسبت اللي هو قطع اكس، قطع واي اكسس فين عند اكس بيساوي 0،
قطعوا عند لوج بيتا زيرو او بيتا نوت. الخط المستقيم التعامل معاه رياضيا اسهل، واقدر اعمل لينير ريجريشن بسهوله، اللي هو اشهر انواع واكثر انواع الريجريشن المستخدمه. يعني ايه اصلا لينير ريجريشن؟ الفكره ان انا عندي مجموعه نقط وانا متوقع ان هي بتشكل لي حاجه معينه، يعني هنا بتشكل لي اكسبوننشال، فانا احولها للداله يعني للدومين اللوغاريتمي الدومين ده، بحيث ان الاكسبوننشال ده يتحول لستريت لاين، واقدر اعمل ايه؟ اعمل لينير ريجريشن، يعني احاول اوجد علاقه خط مستقيم او معادله خط مستقيم بتبست فيت النقط دي كلها، يعني بتعبر عن معظم النقط دي، او بتعمل بيست فيتنج، يعني بتبقى فيت على معظم النقط دي، يعني بيبقى في نقط كتير جدا على اللاين، وشويه فوقيه بحاجه بسيطه، وشويه تحتيه بحاجه بسيطه، فده فعلا اللاين ده بيعبر عن النقط دي، اقدر استخدمه بعد كده المعادله دي ان انا اتنبأ باللي هيحصل في المستقبل. طيب فدلوقتي انا حولت خلاص الدومين بتاعي من الاكسبوننشال لحاجات صعبه، حولتها لخط مستقيم عن طريق ان انا اخد اللوجاريتم بيس 10 الاثنين. طيب فدلوقتي اللينير ريجريشن ده بعمله ازاي؟ ان انا في الاخر بقى عندي معادله خط مستقيم، عشان اجيب الثوابت اللي هو لوج بيتا 1 ولوج بيتا 0 تمام، محتاج نقطتين، يعني معادله في مجهولين، فانا محتاج معادلتين. طيب انا دلوقتي عندي نقط كتير جدا، عندي 20 30 100 الف نقطه، فازاي اخلي يعني دلوقتي هعمل ماتريكس فورم اللي هو لوج واي 1 لوج واي 2 وهكذا مضروب يعني بيساوي الماتريكس اللي هو زي كولوم كده 1 1 1 1 اكس 1 اكس 2 لحد اكس ان، وبعدين كل ده مضروب في لوج بيتا 0 ولوج بيتا 1. المعادله دي معادله مصفوفيه او ماتريكس ايكويشن، واي بيساوي اكس بي. ازاي اجيب البي اللي هو الماتريكس اللي فيه لوج بيتا 0 وبيتا 1؟ ان انا اعمل الانفرس ماتريكس، هيبقى في الاخر انفرس ماتريكس بتاع اكس مضروب في واي. طيب تمام. فدلوقتي الفكرة ان السيستم ده over determined. يعني over determined ان احنا دلوقتي عدد المعادلات اكبر من بكتير من عدد المجاهيل، انا محتاج معادلتين بس عشان احلهم عشان اطلع مجهولين، بس انا عايز النقط دي كلها معظمها يساتسفاي المعادلة. ايه فكرة بقى ال overly determined system؟ يعني انا مش هتكلم، انا هشرح بس الموضوع، بس مش هتكلم ازاي بنحله، وفي tools بتحل الكلام ده اوتوماتيك، احنا عايزين نوصل للنتيجة في الاخر. يعني مثلا زي الصورة دي، فبيقول ايه ان هم لو احنا هنعبر عن معادلة الخط المستقيم دي في 2D كده كده معادله في مجهولين، فممكن نخلي المجهولين دول اكس واي، هنسميهم بقى اكس واي جديده، مش هم نفس الاكس واي دول، اللي هم يعني في الاخر الثوابت بتاعتنا اللي هي لوج بيتا 1 ولوج بيتا 2 بقى هم المتغيرات. طيب فدلوقتي انا اما ارسم عندي ثلاث معادلات مثلا في مجهولين، الثلاث معادلات كل واحد خط مستقيم، الحل هيبقى هو نقطه التقاطع، نقطه التقاطع تبقى يونيك، عشان يبقى فيه يونيك سوليوشن اصلا لازم يكون عدد المعادلات قد عدد المجاهيل في اللينير سيستم اوف ايكويشنز. يعني طيب لو عدد المعادلات مش قد عدد المجاهيل زي حالتنا دي، هندرس بقى ايه examples كده للover determined system. دلوقتي انا عندي ثلاث معادلات، فالrepresentation بتاع كل معادلة خط مستقيم، لقيت ان هم بيتقطعوا في ثلاث نقط، كل نقطة بتحقق معادلتين بس، لان هي نقطة تقاطع ما بين خطين، فده هنا مفيش solution. ليه مفيش solution؟ اللي مفيش نقطة وحيدة بتحقق ثلاث معادلات في نفس الوقت. الصورة التانية عندي خطين parallel يعني عمرهم ما بيتقطعوا، وخط واحد قطعهم هما الاثنين، برضو في نقطتين تقاطع، بس كل نقطة بتحقق معادلتين بس، فبرضو ما فيش solution. الصورة اللي بعدها ان الثلاثة parallel، فما فيش solutions اصلا، ما فيش نقطة تقاطع اساسا وما فيش حل، بس حتى لو في نقطة تقاطع لازم نقطة التقاطع دي هي تبقى الحل لكله في نفس الوقت، اللي هو تبقى simultaneous يعني سولوشن لكل المعادلات في نفس الوقت. طيب بعد كده لو انا عندي معادلتين يعني او معادلتين هما نفس المعادله اللي هما كوينسايدنج فوق بعض وخط تاني اتقطعوا، كده في سولوشن، لان بقت في نقطه واحده متقاطعه تمام هي بتحقق ثلاث معادلات في نفس الوقت. وبعد كده الصوره الخامسه دي بقى اللي هي المفروض الحاجه اللي احنا بندور عليها، او يعني ده مثال بسيط، يعني ان لما يكون في ثلاث معادلات وفي حل، اهو ثلاث معادلات في مجهولين وفي حل وحيد بيحقق الثلاث معادلات في نفس الوقت اللي هو 0 1 تمام. ده بيحصل امتى؟ بيحصل امتى؟ اما يكون في يعني المعادلات دي لينيرلي ديبندنت على بعضهم، يعني ده الخطيه في بعضهم، او يعني بيعتمدوا اعتماد خطي على المعادله اللي بعديها اللي هو لينيرلي ديبندنت ايكويشنز. يعني وما يكون طبعا الثلاثه كلهم منطبقين على بعض، ده معناه ان برضو عندنا انفينيت نمبر اوف سوليوشنز، طبعا ما فيش حل واحد، هو infinite number of solutions. فده كمثال بسيط الـ overdetermined system، ودي الطريقة اللي احنا بنعمل منها linear regression. او احنا برضو جينا للإحصائيات بقى بتاعتنا ودورنا كده، يعني احنا دلوقتي قلنا الـ X ده عدد الأيام 1 2 3 اللي هو من أول 15 فبراير، وبعدين بنشوف بقى total cases و new cases، وبعدين نحسب البيس فاكتور والكلام ده. انا اخترت ان انا ابدأ الإحصائية بتاعتي من X بيساوي 35،
يعني خلاص انا مرقمهم، فانا هبدا من هنا، فهبدا من 20 مارس، يعني في ال 23 او ال 24 اليوم الاخرانيين، الاول عدد حالات اللي هي 285. اشمعنى؟ عشان النقط اللي قبل كده لو انا رسمتها يعني هتكون لي حاجات عشوائيه كده، يعني ولا خط مستقيم ولا اكسبوننشال ولا خط مستقيم ولا حاجه، فانا بدات من هنا بحيث ان البيس فاكتور ده بدا يبقى ثابت او بدا يبقى زي بعضه، فانا شاكك ان الحاجات دي ممكن تكون فعلا يعني علاقه اكسبوننشال، فانا هبدا من هنا لحد يعني من اكس بيساوي 35 لحد 58 اللي هو 12 ابريل اللي هو النهارده، بحيث ان انا اعمل او امبارح يعني، بحيث ان انا اعمل لينير ريجريشن. فهاخد الداتا دي كلها تمام، وهروح على الماتلاب، هروح على الفاريبلز هنا التوتال كيسز، وهعمل رو فيكتور او اري احط فيها كل الفاليوز دي تمام، احط الفاليوز بتاعت التوتال كيسز، واعمل فاريبل تاني الاكس هبدا من قلنا 35، طبعا الاكس بيبدا من 0 بس هنا هنبدا يعني القرايات بتاعتنا من 35 لحد 58، فدي الاوبزرفد فاليوز للتوتال كيسز. طيب بعد كده هكتب كود، الكود ده في الاخر بيعمل ايه؟ هيرسم لي الحاجه دي في سكاتر، هيبعتر لي كل النقط اللي هي الاوبزرفد الحقيقيه اللي انا جبتها من الاحصائيات، وبعدين هنطلع هنعمل لينير ريجريشن، هيطلع لنا معادله، المعادله دي هنستخدمها هنحطها هنا، وبعدين نحسب الايرور، وبعدين نرسم بقى الايرور ده ونشوف الايرور بيبروبجيت ازاي. لو احنا عملنا ران هيطلع الفيجر ده، طبعا الفيجر هيطلع اللي هو في النقط اللي هي الكور دي اللي هي النقط الاوبزرفد اللي انا خدتها من الحقيقه. هروح هنا على بيسك فيتنج وهشغل اللينير ريجريشن او اللينير فيت، وبعدين هعرض الايكويشن، وبعد كده البلوت ريزيدوالز والشو نورم اوف ريزيدوالز. طيب فدلوقتي النقط بتاعتي اهي، ده في اللوجاريتميك سكيل، هو ده لوجاريتم طبعا، فالمفروض هنا دي تبقى 10 اس 2 10 اس 3 10 اس 4 اللي هو 10000 و1100. المفروض طبعا السكيل ده يعني احنا بناخد لوجاريتم، فالسكيل ده هيبقى ايه؟ هيبقى 2 3 4، لكن انا عرضه هنا ان هو يبقى بالارقام الحقيقيه، يعني اكن باخد 10 اس الايه السكيل ده. طيب فدلوقتي فعلا النقط بتاعتي كونت حاجه شبه الستريت لاين، لان هي في الاصل وفي اللينير كانت اكسبوننشال، فما عملت لوجاريتم يعني طلع لي ستريت لاين، وعملت ريجريشن الماتلاب عمل لي ريجريشن وطلع لي خط مستقيم وطلع لي معادلته. ده الانترسبت اهو، الانترسبت ده مش هنا طبعا، الانترسبت ده قيمه الواي او قيمه التوتال كيسز عند اكس بيساوي 0 تمام، لكن انا قلت احنا بادئين من 35، فده ده الانترسبت اللي هو عند اكس بيساوي 0، وده السلوب، السلوب ده اللي هو لوج، لو احنا فاكرين لوج بيتا 1 تمام، اللي هو احنا بنقول اللي هو الرقم اللي هنضرب فيه كل يوم في الاكسبوننشال بقى، اللي هو احنا قلنا بيتا نوت في بيتا 1 اس اكس، فلوج بيتا 1 اجيب 10 اس الرقم ده هيديني الرقم اللي احنا بنضرب فيه كل يوم، فنقدر نعرف احنا بنضرب كل يوم في قد ايه، وبنحتاج كام يوم عشان نضرب في 10، يعني من 1000 مثلا ل 10000، من 100 ل 1000، من 10000 ل 100000 وهكذا. طيب الريزيديوز دي معناها بالعربي متبقيات. احنا دلوقتي عملنا خلاص اللينير ريجريشن اللي هو الانحدار الخطي، عرفنا نجيب معادله خط مستقيم بتفت بتبست فيت النقط دي كلها، يعني في شويه نقط عليه، نقط فوق، نقط تحت. طيب الريزيديوالز دي اللي هي المتبقيات، ايه معناها؟ ان انا بشوف النقط بتاعتي تمام، يعني هو الديفينيشن بتاعها الواي الاوبزرفد اللي هي الواي الحقيقيه ماينس الواي بتاعت الخط اللي انا جبته تمام. هنا الوايات هي لوج واي ولوج واي كاب او واي هاب واي هات، فالريزيديوال هنا هيبقى الديفينيشن بتاعه اللي هو الفرق ده يا اما هي فوق يا اما تحت، الفرق ده بكام، الفرق في الواي يعني الفيرتيكال، فهيبقى لوج واي ناقص لوج واي هات اللي هو في الاخر لوج واي على واي هات. فطبعا لو الريزيديوال ده بزيرو معناه ان مفيش فرق، معناه ان النقطه منطبقه تماما على الخط بتاعي، معناه ان كده ان انا تنبأت او توقعت بشكل رائع جدا. فاما يكون الريزيديوال او الريزيديوس بزيرو معناها ان واي على واي لوج واي على واي كاب بزيرو، معناه ان واي على واي كاب بواحد، معناه ان واي قد واي كاب، وده منطقي في اللينير بقى في الحقيقه يعني. فالريزيديوالز اللي تحت ده البلوت اوف ريزيديوالز. فدلوقتي لو انا عايز احسب عشان اشوف النقط بتاعتي دي بعيده ازاي عن الخط بتاعي، فواضح ان يعني النقط هنا يعني بعيده، هنا بعيده قوي، هنا قريبه، بلس وماينس على حسب، يعني النقطه لو فوق تبقى بوزيتيف والنقطه لو تحت الخط تبقى نيجاتيف، ويعني هو النقطه دي تحت الخط فالريزيديوال بتاعها نيجاتيف، لان انا بقول لوج واي ماينس لوج واي واي كاب، فلو هي تحت تبقى نيجاتيف والعكس صحيح، ولو هي على الخط تماما هيبقى زيرو. طبعا الريزيديوال هنا باين ان اقصى حاجه 0.02 وهنا ماينس 0.02، احنا قلنا عشان اصلا الريزيديوال المفروض يبقى بزيرو، فلو هو بزيرو معناه ان واي بيساوي واي كاب في الحقيقه، يعني او واي على واي كاب بيساوي 1، فكل ما الريزيديوال يكون رقم صغير جدا او رقم قريب من الصفر معناه ان انا كده بيرفكت، ان انا عملت خط مستقيم رائع بيتنبأ لي فعلا او بيعبر لي عن النقط دي كلها او بيبست فيت النقط دي كلها. فالريزيديوالز هنا اكتر حاجه تقريبا كانت اقل من 0.02 فوق وتحت، فده رائع جدا. في بقى حاجه اسمها النورم اوف ريزيديوالز، ده 0.06. طبعا النورم ده بيعبر لي بقى عن ايه؟ عن الماجنيتيود اللي هو السم اوف ماجنيتيود سكويرز اللي هو الجذر كده التربيعي تمام، او يعني
الجذر التربيعي لمجموع الماجنيتيودز سكوير، لان في الاخر الريزيديوز دي كلها محطوطه في فيكتور، في رو فيكتور او في اري، فانا باخد كل واحده اربعها واجمعهم كلهم على بعض، وبعد كده اخد الجذر التربيعي اللي هو كاني بجيب نورم، يعني اللي هو النورم بتاع الايه الفيكتور يعني. فكل من الرقم ده صغير بيعبر لي ان الريجريشن بتاعي جود ريجريشن وبيست فيت وكويس، والخط ده فعلا بيعبر عن النقط دي. في ممكن اطلع خط يكون النقط كلها فوق كلها تحت، النقط بعيده جدا، فالريزيديوز دي او الريزيديوالز دي تبقى كبيره، فده كله معناه ان الخط بتاعي وحش. طبعا احنا بادئين هنا من مارس 20 لحد ابريل 14، طبعا اخر قرايه كان ابريل 13، ونقدر بقى باستخدام معادله الخط المستقيم دي نعوض فيها بالاكس اللي هو عدد الايام بعد 35، تمام، ونقدر نتنبأ باي حاجه طول ما احنا محافظين على الفاليو ده، وطول ما احنا طبعا ايه شغالين اكسبوننشال، يعني ما وصلناش لايه للجزء الثاني بتاع اللوجيستيك او العلاقه اتغيرت تماما، فساعتها اللينير ريجريشن هنا مش هيبقى منطقي، لان اللينير اصلا مش اكسبوننشال، تمام. فالكلام ده كله على فرض ان احنا اكسبوننشال، وان احنا تقريبا البي اكس اللي احنا بنضرب فيه كل يوم ده ما بيتغيرش او قريبين جدا من بعض. فطبعا كل ما يبقى فيه نقط اكتر ناخدها ونعمل لينير ريجريشن تاني عشان نقلل الايرور بتاعنا ونتنبأ باليوم اللي بعديه وهكذا. طبعا لو احنا بقى جبنا الايرور، يعني ازاي اصلا نحسب الايرور؟ الايرور ببساطه هو الريليتيف ايرور، حاجه احسن من الابسولوت ايرور. الريليتيف ايرور هو بيعبر لي عن نسبه معينه، يعني الفرق على يعني هو الديفينيشن بتاعه الفرق اللي هو واي هات ماينس واي على واي، الفرق ده على القيمه الحقيقيه اللي انا ايه الاوبزرفد اللي انا بقيسها. طيب ليه انا بعمل كده؟ مثال بسيط، لو مثلا انا بقيس حاجه طلعت 15 سنتي وكان في ايرور فرق يعني زياده او نقصان 1 سنتي، فهنا ده 1 سنتي فده الابسولوت ايرور، خلاص 1 سنتي اللي هو الدلتا. طيب فالريليتيف ايرور هنا قد ايه؟ 6.67%، يعني تقريبا 7% ايرور، فده كتير او يعني مش كتير، يعني هو ايرور مقبول يعني او ايرور موجود. ولكن لو انا بقيس حاجه 15 متر وفي ايرور نفس ال1 سنتي، فانا لو انا مش بعمل ريليتيف ايرور يعني انا مش هقدر اقارن، فدلوقتي هقول برضو ان هو 1 سنتي، طب هو ده كتير ولا قليل؟ فما اجيب ريليتيف ايرور هعرف النسبه بقى، هيطلع لي الريليتيف ايرور 0.07%، يعني اقل من 1%، اقل من 0.5% اصلا، تمام. فده معناه ان يعني ولا حاجه، وفعلا بالمنطق ال 15 متر ال 1 سنتي دي بالنسبه لها صغيره جدا، فولا حاجه، فالايرور ده يعني ممكن يهمل، لكن ال 1 سنتي بالنسبه لل 15 لا حاجه سيجنيفيكانت 7%. فعشان احنا بنقيس الريليتيف ايرور اللي هو الفرق على القيمه الحقيقيه، فهي واي كاب ماينس واي على واي، ونضرب ده في 100 عشان نعرض ايه البرسنتج. طبعا الايرور ده لو هو بوزيتيف معناها ان الواي البريدكتد او اللي احنا تنبأنا بيه قيمه اعلى من الاوبزرفد او الحقيقيه اللي في خدناها من الاحصائيه. لو الايرور بزيرو يعني ما فيش ايرور خالص، يعني ده قد ده، والواي كاب لو اصغر من الواي معناها ان الايرور بتاعي نيجاتيف، يعني معناها ان الفاليو بتاعتي اللي انا تنبأت بيها اقل من الفاليو الحقيقيه او الفاليو اللي انا خدتها من الاحصائيه. طيب لو احنا جبنا بقى يعني حطينا في الماتلاب المعادله اللي بتاعت الايرور، خلاص انا دلوقتي جبت من اللينير ريجريشن معادله الواي دي، اعمل 10 اس المعادله دي تديني بقى ايه؟ تديني المعادله الاكسبوننشال اللي رجعت لي تاني في الدومين بتاع اللينير بتاعي اللي هو المعادله الاكسبوننشال الحقيقيه يعني. وبعد كده اعوض بقى في معادله الايرور بتاع كل نقطه، اجيب كل نقطه وانقص منها الواي واقسم على واي واضرب في 100 واشوف بقى ايه الريليتيف ايرور. يطلع لي الريليتيف ايرور حاجه اوسيليتنج كده باوندد ما بين ماينس 5% ل 5%، وده ايرور مقبول جدا. احنا قلنا في معظم الاحصاءات ان الايرور من 4 ل 8% ده مقبول at the 95% confidence level. فالايرور طالع لي كده كانه ساين ويف عمال بيوسيليت دايما باوند ما بين ماينس 5% ل 5%، وده في الواقع حاجه يعني حاجه كويسه جدا وحاجه مقبوله. زي ما احنا قلنا بقى السكشن اللي فات ان في الاخر المعادله اللي انا جبتها من اللينير ريجريشن دي لو انا عملت 10 اس المعادله دي هترجع لي تاني ايه المعادله الاكسبوننشال بتاعتي، وهرجع تاني للدومين الاصلي بتاعي. طبعا ازاي اجيب بقى السي 0 اللي هو العد اللي في الاول ده ما يكون الاكس 0، ان انا بجيب الرقم ده واعمل 10 باور الكلام ده عشان هو لوغاريتم، فعايز لا اكنسل اللوغاريتم ده فاعمل 10 باور الرقم ده، والسلوب بتاعي هنا بتاع اللينير ريجريشن هو ما اعمل 10 اس ده، هو ده البيس فاكتور. البيس فاكتور اللي هو الرقم اللي بضرب فيه كل يوم، تقريبا كل يوم بضرب عدد الحالات في 1.0929 يعني 1.1 تقريبا. طيب عشان اجيب ازاي عدد الايام اللي انا محتاجها عشان اضرب في 10 ان انا اوصل من 100 ل 1000 ومن 1000 ل 10000 من 10000 ل 100000 ومن 100000 لمليون، ان انا بعمل ايه؟ بعمل لوغاريتم البيس فاكتور ده عشان هو بي بيس فاكتور باور عدد الايام هيديني 10، فبعمل لوغاريتم البيس فاكتور ده البيس بيس فاكتور يعني ده 10 هيديني في حدود ال 26 يوم، يعني انا كل 26 يوم تقريبا بضرب في 10 تمام في مصر يعني، فكل كل 26 يوم او كل شهر تقريبا بضرب في 10، فدي ده ريت هادي شويه.
يعني العالم كان من فترة بيضرب في 10 كل 16 يوم، كل 16 يوم بيضرب في 10 اللي هي الحالات اللي خارج الصين، فعشان كده وصل لمليون، وبعد كده مليون هيبقى 10 مليون، ال 10 مليون هيبقى 100 مليون، لكن في مصر الدنيا هادية شوية. البي بقى الانفكتد بيبل، احنا قلنا ان البي 1 زائد بي اكس، البي اكس هنا سميتها بي كابيتال، في الاخر هتساوي البيس فاكتور ناقص 1 اللي هو الرقم المجموع عليه ده، تمام؟ وهضربه في 100 عشان بس اشوف ايه ان هو بيديني رقم كده صحيح يعني. فهيديني البي انفكتد بيبل ده 9، يعني ايه 9؟ 9 على 100، يعني كل 100 شخص عيان هيعدوا 9 جداد كل يوم. ده البي انفكتد بيبل ده انا، او اللي هو بي اكس يعني اللي هو البروبابيلتي اوف اكس. فلو انا عارف الافريج نمبر اوف بيبل اللي بيتعرضوا لشخص مريض يوميا، اقدر اجيب البروبابيلتي بتاعت العدوى اللي هي هتبقى صغيره جدا. فكل تس... كل 100 كل 100 شخص عيان هيعدوا 9. فده في الاخر الكيرف بتاعنا، اقدر بقى اجيب بقى هنا في ال اوف اكس ده اعوض بالاكس زي ما انا عايز، واشوف بقى ايه القيم هتبقى بعد ايه. يعني مثلا لو احنا 58 يبقى احنا هنا اقدر ان انا ايه بعديها اتنبأ باللي جاي. ودي فكره اللينير ريجريشن في الاحصاء ببساطه، حاجه مهمه جدا، كونسبت سهل. ده سيمبل لينير ريجريشن، طبعا في كذا نوع وفي كذا طريقه، وفي طبعا اللي هو الكوفيشنت اوف ديترمينشن، بس انا ما حسبتوش هنا، اللي هو الار سكوير. الار سكوير ده يعني برضو بيبقى رقم من صفر لواحد، كل ما يبقى قريب جدا من واحد معناه ان انا الريجريشن بتاعي كويس. انا شرحت الموضوع بطريقه مختلفه، اللي هو النورم اوف ريزيديوالز والريزيديوالز، اللي هو الفروق ما بين كل نقطه والنقطه اللي زيها على الخط المستقيم اللي انا طلعته او اللي انا استنتجته. وبجيب النورم اوف ريزيديوالز اللي هو المفروض بيبقى رقم صغير جدا، كل ما بيقول الصفر يكون احسن، معناه ان مفيش فرق ما بين اللي انا الخط بتاعي وما بين النقط الحقيقيه اللي انا جبتها الاوبزرفد. ده ببساطه الموضوع، وان شاء الله الناس يعني تبتدي تلتزم. انا حاسس ان يعني الالتزام فلت شويه من الناس، بس الناس تصبر، وعشان نفضل في الريت الهادي ده او نقل كمان، لان الريت ده عالي شويه. الاكسبوننشال زي ما احنا قلنا بيبقى سنسيتيف قوي، الكيرف ده بيبقى سنسيتيف جدا للبيس فاكتور اللي هو البي اكس ده، لا يعني البيس فاكتور كله او بي اكس اللي هو 1 زائد بي اكس يعني. فبي اكس دي لو عاليت سنه بسيطه بتلاقي الكيرف نط جامد والسلوب بتاع اللاين اختلف، فهنضرب في 10 بدل في شهر هنضرب في 10 كل 15 يوم، وفي حالات قصوى جدا في ايطاليا وكده ممكن نضرب في 10 في عدد ايام اقل كمان. فطبعا لو بنضرب في 10 كل 10 ايام مثلا، معناه ان ال 10 ايام النهارده هنبقى 1000، بعد 10 ايام هنبقى 10000، وهكذا. الموضوع بنضرب في 10، فالموضوع خطر جدا ومش سهل.